السلام عليكم ورحمة الله، معكم أسامة من قناتكم جاسمي زون. النهاردة بناء على طلبات الطلب مني الفترة اللي فاتت عن الموقع اللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو أندرومو لإنشاء تطبيق والربح منه، كان ناس طلبت صورة تانية من التطبيقات وهي مثلا التطبيقات الصوتية، والنهاردة هنوريك ازاي تعمل تطبيق صوتي على الموقع وتقدر تكسب منه. بس قبل ما ابدا كالعاده ما بنساش الناس الجميله اللي موجودين معانا جوه الدايره دي اللي وصلنا معاهم لحظه تصوير الفيديو ل 33152 مشترك او اخ واخت، وطبعا ما انساش دايما افكرك بالمسابقه بتاعتنا اللي هي لايك كومنت سبسكرايب شير، يعني حضرتك لازم تكون مشترك في القناه، ولو انت مشترك الغي اشتراكك وارجع اشترك تاني، فعل زر الاشعارات الاول واعمل لايك للفيديو دوت والفيديو اللي قبله، ولو عرفت اللي قبل قبله مفيش مشكله خالص، وشير على قد ما تقدر، واتفرج على الحلقه من اولها لغايه اخرها، وابعت لي سكرين شوت بالكلام دوت على الانستا، هتلاقي الرابط بتاعه في الوصف تحت، هتبعت لي سكرين شوت انك اتفرجت على الفيديو لغايه الاخر، عامل لايك عامل سبسكرايب عامل شير، وساعتها تقدر تخش معانا المسابقه وتكسب معانا زي اللي فاز قبل. والناس اللي بتسالني انت ليه ما بتكسبش كل حلقه زي قبل كده، بص على عدد المشاهدات تحت واضرب كده ال1000 مشاهده في الرقم بتاع المشاهدات او في الدخل بتاع المشاهدات، وانت تعرف ان الفيديو كله على بعضه ما بيجيبش ال5 دولار اللي انا اساسا بكسبها لكل واحد كل مره يعني. فكل المطلوب منكم الحاجات ديت زائد الشير والدعم علشان الفيديو يوصل لاكتر عدد ممكن، وبالتالي يبقى فيه ربح نقدر نكسب بيه الناس. خلينا ما نطولش في المقدمه كتير ونخش على الفيديو. زي ما انت شايف قدامك بس كده، انا حبيت اديك نبذه بسيطه جدا، هتلاقي المشاهدات الفتره اللي فاتت اضرب ال1000 مشاهده في اللي هو تقريبا اقصى ربح لل1000 مشاهده. لو انت بحثت على اليوتيوب يعني هتلاقي اقصى ربح ان هو من 25 سنت لغايه 90 سنت، يعني لو بصيت على كل فيديو زي ده مثلا 2600، يبقى ما دخلش حصه يعني ما دخلش حتى ال3 دولار يعني، فالمفروض ان انا بكسب 5 دولار، فيعني لازم دعم شويه. ادعم ادعم يا حبيبي عشان ادعمك. خلينا نروح للموقع بتاعنا على طول كده. الموقع بتاعنا زي ما انت شايف اندرومو، اتكلمنا فيه قبل كده، كان في فيديو عملناه قبل كده هتلاقيه برده موجود عندك في الرابط اللي موجود جوه الوصف، هتلاقي الفيديو بتاع النهارده والفيديو بتاع المره اللي فاتت. الفيديو بتاع المره اللي فاتت كان عن انشاء موقع ويل بيبر للخلفيات عموما يعني، وكنا جبنا لكم امثله وازاي الناس بتكسب من التطبيق دوت، والمره دي هقول لك ازاي تعمل تطبيق صوتي ناجح في اقل وقت ممكن، في اقل حتى من نص ساعه، وبالتالي تقدر تعمله على المتجر بتاع الجوجل بلاي وتفعل عليه اعلانات الادموب وتكسب منه. خلينا نبص الاول بس بصه سريعه كده على الموقع بره، بصه سريعه بس كده للناس اللي ما حضرتش معانا المره اللي فاتت، وهنشوف هنا شو كيس للناس التجارب اللي موجوده قبل كده. هتلاقي ان في ناس زي كده مثلا عملوا تطبيق كسبوا منه او عملوا تنزيلات 100,000 انستول، وبالتالي قدروا يكسبوا في متوسط 2000 دولار شهريا. واحد زي دوت عمل 500,000 انستول للتطبيق اللي هو انشاه من على الموقع بتاع النهارده وقدر برضه يكسب منه، وادي كمان واحد برضه 100,000 انستول وقدر برضه يكسب منه، يعني امثله موجوده عندك تقدر تشتغل عليها. طيب خلينا بقى نخش بسرعه ازاي نقدر نعمل التطبيق الصوتي، ولو حبيت تعرف تفاصيل اكتر من كده كل اللي عليك انك هتنزل في الرابط اللي موجود في الوصف، هتلاقي هناك الفيديو اللي احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت، هتلاقي فيه كل تفاصيل ممكن تعرفها عن التطبيق بتاع النهارده او الموقع بتاع النهارده. طيب خش بقى على اندرومو عشان نبدا نعمل بيلد او انشاء تطبيق يعني. تمام، هنخش على الواجهه بتاعت اللي هي مفروض الفيرجن 3 ده فيرجن جديد او تحديث جديد اتعمل، في كان في فيرجن 2 الاول بعد كده فيرجن 3، هنخش على القائمه بتاعت البيلد زي ما انا دخلت عليها دلوقتي، وهنعمل بيلد اب. بس بيلد اب ليه؟ هو هنا موفر لك كذا بروجكت تقدر تشتغل عليه، بدل ما تبدا تنشئ الحاجه من الف ب، هنا هتبدا تخش على طول على الحاجه اللي انت عايز تعملها، وهو هيديك تمبلتس جاهز، شكل جاهز تقدر تعدل عليه بسرعه جدا. خليك دايما فاكر وهرجع افكرك من دلوقتي لغايه نهايه الحلقه كل شويه هفكرك بيها، انك لو حبيت هنا تشترك تعمل سواء اذا كانت باقات شهريه او باقات سنويه، هتدخل الكود جاسمي جي اس ام واي، هسيبه لك تحت وهسيبه لك برده في المدونه هناك، وممكن يظهر لك على الشاشه دلوقتي الكود دوت، هتقدر تاخد بيه خصم يصل الى 30% على الباقات السنويه، غير خصم 25% في الباقات السنويه بيقدمه لك التطبيق عن الباقات الشهريه. خلينا بس الاول هنا، احنا المره اللي فاتت اشتغلنا على الويل بيبر، المره دي هنشتغل على الساوند. خلينا نخش هنا ونقول بيلد ذيس اب، كل اللي هيعمله لك بس ان هو بياخد ثواني صغيره علشان يبدا ينشئ البروجكت اللي انت هتشتغل عليه. طيب هو دلوقتي انشأ لي البروجكت اللي انا شغال عليه. طيب هو البروجكت اللي فتح قدامي دلوقتي اللي هو معمول اصلا، التمبلتس موجود هنا، هنا ده اسم التطبيق وده اللوجو بتاع التطبيق وديت واجهه التطبيق ودي قوائم التطبيق.
طيب انا المفروض ان انا اعمل ايه؟ وليكن مثلا النهارده احنا هننشئ تطبيق صوتي وليكن عن القران الكريم مثلا، هيبقى تطبيق صوتي عباره عن ايكونز للقران الكريم، اسم القران الكريم، بعد كده هدخل الصور سواء اذا كنت هعمل كميه صور او هعمل صوره واحده صورتين. انا هديك مثال بسيط وانت المفروض تكمل عليه. طيب اول حاجه هنا عندي، سيبك من القايمه بتاعت الكومبوننت ديت الاول، هنخش هنا على ستارت. زي ما انت شايف كده القايمه بتاعت ستارت بيج، هتلاقي هنا مكتوب هو بيقول لك القايمه اسمها كذا. طبعا القايمه هنا انت ممكن تغيرها زي ما انت عايز، اختار اي اسم للستارت بيج عندك واكتب الاسم اللي انت عايزه، وليكن مثلا جميع الصور. انا مش لازم اللي انا بعمله دوت هو ده اللي انت هتعمله، او مش هي دي نفس الاسماء. انت هتقيم برنامجك زي ما انت عايز وتنشئه زي ما انت عايز. خش هنا على ستايل، هتلاقي فيه هنا كذا حاجة، شو سيتنج، خلاص شو سيتنج مالناش دعوة بيها، الاكتف درو، الاب، وهنا الدروينج منيو، تايتل، رينج تون. هنا هغير التايتل بتاعت رينج تون، هخليها القرآن الكريم. تمام. وهنا البروس هنا هحط مثلا وليكن سورة الايكونز اللي هي بتاعت القرآن الكريم. طبعا انت هتختار ايكونز انت عايزها وهتحطها. تمام. واي خطوة دايما اتعود وانت بتشتغل، اي خطوة هتعملها دوس سيف. تمام. خش هنا بقى على السيتنج، هتلاقي بقى علامة الايكون والرينج تون، ده اسم التطبيق زي ما انت شايفه قدامك هنا. هقول له هنا غيره القرآن الكريم، التايتل ده طبعا الوصف زي الوصف كده بتاع البرنامج يعني العنوان. وبعد كده هخش هنا برضو احط الايقونة بتاعت القرآن الكريم. تمام. وهدوس هنا سيف، ادوس سيف. تمام. هو هنا غير لي، بيقول لي انا غيرت لك اسم التطبيق او اسم الاب بتاعك، بقى اسمه القرآن الكريم، وادي الايقونز المفروض هتظهر على شاشة الموبايل. هنخش هنا بقى على جميع الصور. تمام. او الداشبورد او زي ما يكون يعني اللي احنا هنسميها ايه، وهدوس عليها دوسة واحدة هتتحول باللون دوت. هتخش هنا على القايمة اليمين. طبعا احنا عايزين نغير الصورة بتاعت الواجهة، انا بما ان انا هفتح اوبشن او برنامج القرآن الكريم فلازم تبقى الواجهة حاجة تعبر عن كده يعني. زي ما انت شايف هنا انا مسميها مثلا جميع الصور، سيبك من القايمة دي خالص. هخش هنا بقى على ستايل، هنيجي نفتح اخر قايمة، هيظهر لي هنا الصورة اللي هو المفروض عارضها. انا كل اللي انا هعمله هشيل الصورة دي خالص، اعمل ديليت وهعمل براوس، وهحط الصورة اللي انا نزلتها مسبقا. زي ما انت شايف هي ظهرت لي هنا الصفحة بتاعت الكفر بتاع المصحف. هدوس سيف عشان احافظ على كل حاجة انا عملتها، عشان ما اجيش في النص ويحصل اي مشكلة افقد كل اللي انا عملته ده. هنا بقى الكالم كاونت، هنا يعني الصفوف. نفترض ان انا الصورة الواجهة اللي انا عايزها ديت صورتين او اربعة او تلاتة، فبالتالي انا هنا بقول له عدد الاعمدة كذا وعدد الصفوف كذا عشان يعيد توزيع الايكونز ديت في الشاشة اللي قدامي. طبعا هنا انا مش محتاج الموضوع ده في الواجهة دي خالص، مش هتكلم عنها يعني. طيب انا عندي هنا مفروض ان في اقسام، في حاجة عندي هنا اسمها رينج تون، بعد كده الكاتيجوري، عامل هو كاتيجوري لكذا حاجة، تكنو توب وبوب ومش عارف ايه الكلام من ده، ده كله انا مش عايزه. طيب انا القوائم ديت هعمل فيها ايه؟ نفترض ان انا عايز البرنامج بتاعي حاجة صغيرة مفصلة للقرآن بس، او لواجهة واحدة بس، مش محتاج الواجهات دي كلها. الواجهة اللي انا مش عايزها كل اللي عليا ان انا هاجي هنا على علامة الترس وهعمل ديليت، فبالتالي هو شال لي كل القايمة دي بمحتوياتها. هاجي هنا في الفيفوريت، خلاص انا مش عايز فيفوريت هشيلها. عايز ناتيفيت اد، لو انا عايز هنا حاجة خاصة بالناتيفيت بالاعلانات يعني معرفش شيلها، ودي شيلها. تمام. البابلر شيلها برضو. يفضل لي هنا قايمة الرينج تون. طيب قايمة الرينج تون دي انا عايز اسميها، طبعا هو عارض لي هنا كذا حاجة، انا هشيل دي خالص، انا بختصر كل حاجة على قد ما اقدر، انا عايزها قايمة واحدة بس. نفترض انا عايز كده، انت عايز تقسم قوائم براحتك. هتيجي هنا لو انت عايز تغير احجام الصور اللي هتظهر لك دي او الاقسام اللي هتظهر لك، بيبقى هنا زي ما احنا قلنا من شوية عدد الاعمدة. لو انا هنا اخترت مثلا اربعة، بص الحجم بيصغر، اختار اتنين الحجم هيكبر خالص، اختار واحد الحجم هيكبر جدا. طيب نفترض الصورة انسب حجم ليها مثلا تلاتة عشان يبقى كل البانر باين، خلاص يبقى انا اخترت البانر دوت خلاص. تمام كده. تحت هنا الايكونز الموجودة فوق ديت هنقول لك هتضيفها ازاي لو انت عايز تزود عليها ايكونز، ازاي تحط العلامة وازاي تعمل كل حاجة. وهتحط هنا الرابط اللي انت عايزه، يعني انت عايز الايكونز بتاعت السماعة ديت تحولك على يوتيوب كذا او مثلا صورة كذا،
او متجر كذا، فبالتالي انت هنا بتحدد العلامه اللي انت او اللينك اللي انت مفروض عايز العلامه دي لما تضغط عليها تحولك لايه. خلينا من الموضوع ده دلوقتي، مش هو ده الهدف بتاعنا دلوقتي. مؤقتا كده انا هشيل القائمه بتاعت النافيجيت، نفترض انا مش عايزها دلوقتي، احنا بس عايزين نركز في ازاي انشاء المقاطع الصوتيه دي. انت ممكن تضيفها بعدين بس علشان ما تشوشرش علينا انا هشيلها مؤقتا. كده انا اصبح ما عنديش غير القائمه بتاعت الكلاسيك او القائمه اللي المفروض الغي الزرار دي خالص، برضو انا مش عايزها دلوقتي يا سيدي. هدوس سيف. تمام، انا كده فضيت الدنيا خالص علشان ما يبقاش قدامي اي حاجه غير كده. خش على الكاتيجوري هنا، هقول هنا مثلا الفلق. افترض انا عايز اخصص كل صوره لوحدها، سيف. هنيجي هنا بقى على مثلا الفلق، عايزين احنا نغير الصوره بتاعت كلاسيك اللي موجوده قدامنا ديت، عشان لما اضغط عليها يبقى مثلا انا هنا بضغط على صوره الفلق وبعد كده تدخلني على صوره داخليه اللي هي بتاعت التشغيل. هدوس هنا، سوري، هدوس هنا على الفلق. تمام، وهدوس ستايل. خلينا هنا اخش على كلاسيك تحت اللي هي مكتوبه كلمه كلاسيك ديت. هخش هنا واقول مثلا الفلق، هو المفروض ان هو هيكتبها لي بالعربي. هاجي هنا على ستايل، خلينا دايما متفقين ان انا عايز اغير الصور دايما، هغيرها من هنا. هو هنا سوري هو عايزها برضو بالانجليزي الفلق. قلنا بس الملفات القوائم الداخليه بس هي اللي بقى فيها مشاكل حاليا، زي ما انت شايف اهو هو كاتبها لي الفلق فوق. هاجي هنا على ستايل، ستايل زي ما احنا متفقين ان هي دايما هغير منها، سواء اذا كان الصور اللي في الخلفيه او الصور البانر او صور الفوتر اللي هو تحت او الصور المصغره بتاعت الاقسام نفسها. تمام، زي ما انت شايف هنا اهو، سوري، دي داشبورد ابيرنس زي ما احنا شايفين اللي هي الصوره ديت. انا هقول له هنا شيل لي الصوره دلوقتي دي، وهقوم جاي على براوس ايمج هنا واشوف الصوره اللي انا عايز ادخلها. خليك دايما فاكر ان الديزاين هيبقى دي حاجه بتاعتك انت، الصور اللي انت مفروض هتحطها علشان تشد اللي هينزل التطبيق لشكل التطبيق المجمل. ولنفترض بس انا عشان ما اضيعش وقتك، انا هحط مثلا صوره زي كده، هي المفروض تظهر اكبر من كده، او ان انا هيئها للمساحه المستطيله ديت. طبعا هيبقى عندي هنا كذا حاجه مش واحده بس. خليني هنا افكرك بحاجه، ان انا مثلا نفترض انا عملت صوره الفرق، عايز اعمل كذا صوره تحت منها. كل اللي عليك بس انك عشان تنشئ لير جديد من نفس اللير اللي انت عامله، كل اللي عليك انك هتيجي هنا وتعمل دوبليكيت، يعني هتعمل واحده ثانيه. مش وقتنا دلوقتي، خلينا برده مركزين مع اللي احنا بنعمله. خش هنا على الفلق، هيظهر لي هنا برضو بالخلفية كلاسيك. لا، هرجع تاني للستايل وهطلع هنا في الابيرنس، وعندنا زي ما انت شايف ادي الخلفية. انا كل اللي هعملها ديليت، وهحط هنا الباك جراوند بتاعتي اللي انا كنت منزلها بره، بحيث ان هي تظهر لي خارجيا وداخليا نفس الموضوع. هنا بيقول لي مفيش طبعا اوديو، لان احنا شلنا الاوديو اللي كان موجود قبل كده. طب انا هشغل ايه هنا؟ هاجي هنا بروس. لو انا عايز اشغل مثلا، نفترض ان انا هعمل المصحف بتاعي اوف لاين، بحيث ان اللي ينزلوا يسمعوا صوتيا اوف لاين. بالتالي انا هنزل ال 114 صوره بتوعي، هنزلهم اوف لاين وابدا اعمل لهم ابلود لكل صوره. يعني هعمل هنا 114 خانه، وكل خانه فيهم هعمل الصوره بتاعتها، وممكن احطها هنا ملف كتابي او صوره بس عرض ليها زي كل اعوذ برب الفلق كده. وبعد كده هحط لها هنا الساوند بتاعها تراي اجين. كده انا حطيت الصوره وحطيت الملف الصوتي اللي المفروض يشتغل. فبالتالي انا هنا عندي هتعامل مع التطبيق اهو كانه تطبيق عادي خالص. انا دخلت التطبيق، تمام، دوست على الواجهه، دخل لي هنا، دخل لي على القائمه بتاعت الصور. طبعا انت هتنسقها بقى زي ما انت عايز، انا هنا بس حبيت اختصر القوائم عشان وقت الفيديو. وهختار مثلا قل اعوذ برب الفلق، هختار صوره الفرق، دخلني على الحاجه ديت زي ما انت شايف، عشان بس الواحد شايفين احنا بنعمل ايه. سوري، انا هنا حطيت التراك بتاع صورة الفلق. هاجي المفروض اشغل هنا، تمام، انا كده الملف الصوتي نزل، قدرت افتح القائمة، وريتك ازاي هيبقى التطبيق ظاهر قدام المستخدم. طبعا هنا لو انا ضفت كذا قائمة، المفروض ان هو هيجي من هنا يقول له ان في، بص ادي الفلق بس 113، المفروض هنا هيظهر له القايمه بتاعه القوائم اللي انت نزلها هنا. يعني لو انا منزل حوالي 114 قايمه اللي هم الصور بتاعه القران الكريم، المفروض هنا اول ما بدوس بيقوم مرجعني على القايمه، بختار القايمه، بيفتح لي كل واحده هنا بالصوره بتاعه الخلفيه لو انا حاطط صوره خلفيه لكل واحده، ويبدا يشغلها لي. طيب انا كده تقريبا وصلت لك الفكره ازاي هتعمل الاب
من الالف للياء زي ما بيقولوا كده. طبعا مش هعمل لك كذا قايمة وكذا صورة، يبقى احنا بإذن الله ما شاء الله كده عايزين فيديو ساعة. انا وريتك بس الفكرة تعملها ازاي، وهنا زي ما وريتك كل اللي عليك يا اما الديليت يا اما الدبليكيت. هتعمل دبل لكذا واحدة وتشوف تختصر الاقسام، او لو انت عايز تعمل اقسام مثلا، عايز تعمل قسم القرآن الكريم قسم الحديث الشريف زي ما انت عايز، عايز تعمله حاجة تانية اي صوتيات انت عايزها، سواء اذا كانت دروس او كورسات او اي حاجة. انا وريتك الطريقة، بس انا عملت على القرآن الكريم النهاردة عشان يبقى هي دي التجربة بتاعتنا يعني. طيب انا دلوقتي خلصت الاب بتاعي وسيفت وخلاص، انا كده تمام التمام مرضي زي الفل. نيجي للنقطه اللي انا كنت قلت لك هقول لك ازاي تعملها بعد كده. نفترض مثلا انا عايز اضيف هنا شويه ايقونات هنا في الصفحه الاوليه عشان تحولني على حاجه معينه. كل اللي عليا هنا ان انا هدوس هنا وبعد كده اختار الايكون زي ما انا عايز، الايكون اللي انا عايزها، وبعد كده اختار اللوكيشن، هتبقى ميل او فون او لينك. يعني انت عايز الايقونه دي تبقى عباره عن ايه، لوكيشن مثلا توجهه لوكيشن معين، او لينك او ميل او فون. نفترض مثلا وليكن مثلا الميل مثلا، وليكن انا عايز يتواصل معايا، وهنا هحط الايميل بتاعي مثلا وليكن جاسمي مثلا. مش هو الايميل بس ايه، جاسمي زون، هو ده الايميل بتاعنا فعلا دوت كوم. تمام، انا عايزه هنا يحولني للايكون دي، واختار اللون اللي انا عايزه خلاص تمام كده، واقول له سيف. فبالتالي انا اول ما هدوس او اول ما اللي يخش هنا هيدوس على ديت، بس طبعا هبقى مغير العلامه بتاعتها هنا على علامه الظرف مثلا، هيقوم محوله على الايميل بتاعي، او لو انا ليا ستور هيحوله على الستور بتاعي. هتخش هنا على مونيتايز، تمام، خش هنا بقى يا سيدي هضيف الاد موب. طب انا هضيف الاد موب منين؟ الناس اللي كانت سالتني المره اللي فاتت طب انا هعمل ايه الاد موب ومش الاد موب. الاد موب ده يا سيدي انت لازم تكون عامله علشان تقدر تربح من التطبيقات، هيكون في صفحه زي كده جوجل اد موب. ده مش هينفع تعمله الا لما يكون عندك جوجل ادسنس في المقام الاول، ومن خلاله هتنشئ الجوجل اد موب علشان يجي لك موافقه عليه. فبالتالي انت بعد ما تعمل جوجل اد موب، وطبعا ده مش وقت ولا مجال ان انا اشرح لك ده كله، ان دي عايزه فيديوهات مفصله كبيره طبعا يعني في وقت تاني. كل اللي عليك انك هتعمل حساب في جوجل اد موب، وهيبقى ليك رقم تعريفي انا ما اقدرش اظهره طبعا دلوقتي. كل اللي عليك انك هتيجي هنا وهتخش على اندرويد اد موب، وهتدخل الاي دي بتاعك هنا. وبعد ما تدخل الاي دي طبعا هنا هتقول مثلا طبعا انا عايز اد موب بانر، اد موب كذا، انترنال او ناتيف اد، يعني هي اعلانات بتظهر جوه التطبيق على البانر على كذا. طبعا دي مش هتبقى مفعله معانا دلوقتي لغايه لما ادخل الاي دي بتاعي، وانا مش هدخل الاي دي بتاعي دلوقتي، بس انا بقول لك على الطريقه. او الفيسبوك اندرويد، او الموب اب اندرويد، او الاد موب اي او اس، الناس برضو اللي شغاله على الاي او اس. دي كلها حاجات بقى انت عيش معاها، مش مجالها ان انا اذكرها دلوقتي. وبعد كده اجي هنا على بيلد، في عندي حاجه اسمها جنرال اندرويد اب كي اي بي كي، او الجوجل بانل جوجل باندل الاب اللي هو الاب يعني، او الابل اي او اس. انت عايز التطبيق بتاعك دوت انت تطبيق بس تنزله بره خالص، واللي عايز يستخدمه ياخد التطبيق نفسه ويسطبه، ولا عايزه ينزل على المتجر بتاع جوجل بلاي وبالتالي الناس هتلاقيه على الستور بتاع المتجر جوجل بلاي وتنزله منه، او من على الستور بتاع ابل. انا نفترض ان احنا بما ان احنا بنتكلم على الربح من جوجل بلاي، يبقى بالتالي هنا انا هختار البادجت التاني اللي هو جوجل باندل، وبعد كده بدوس بيلد اب لغايه لما يبني بقى التطبيق. زي ما بقول لك كده هو بياخد بس وقت لغايه لما يظبط القوايم والحاجات اللي انت عدلتها له ديت. زي ما قلنا طبعا هيبقى عندك هو خلاص بنى التطبيق. وتاني حاجه لازم يكون عندك حساب على جوجل بلاي كونسول، ده غير الحساب اللي موجود في جوجل بلاي اصلا، ده كناشر يعني انت هتشتغل كناشر في جوجل بلاي، يعني انت هتنشر تطبيقات. لإنشاء حساب مطور يجب رفع رسوم تسجيل قيمتها $25 لمرة واحدة فقط، علشان تبقى واحد من ضمن الناس اللي بيبيعوا عندهم. على ما أعتقد القيمة دي ما كانتش موجودة قبل كده، لسه مضافة قريبة يعني. كل اللي عليك هنا أنت هتسجل اسمك وبياناتك تمام، وبعد كده إنشاء وحساب الدفع، وهتدفع ال $25 وهتبقى منشئ عندهم، هتدفعها لمرة واحدة إن شاء الله. لو عملت مليون تطبيق ديت رسوم إنك تبقى ناشئ محتوى أو منشر أو ناشر برامج أو تطبيقات على الجوجل بلاي. يبقى كده انا قلت لك هيكون عندك حساب جوجل اد موب وجوجل بلاي كونسول عشان تقدر تنشر المحتوى بتاعك على جوجل، لان السؤال ده انا اتسالته كتير المره اللي فاتت. انا عايز كل المهم عندي، انا انشات التطبيق انشره ازاي، مش عايز الحوار ده كله. اعمل زي الناس اللي شغاله في البرامج الربحيه عندنا، اعمل هنا بقى داونلود اب، هيدون لي التطبيق زي ما انت شايف تحت اهوت.
مجرد ما يخلص هيبقى عبارة عن تطبيق APK ممكن تبعته لأي حد في العالم ينزله عنده على الموبايل بتاعه، وهتفعل عليه إعلانات بقى وبتاع وتعيش حياتك. بس احنا بنتكلم هنا علشان خاطر الموضوع بتاع جوجل بلاي، ويبقى منشور بصورة رسمية على المتجر وتقدر تجيب تحميلات كتير، لأن الطريقة دي طبعا انت تعتمد ان انت تبعتها للناس او تعمل إعلانات تعرف الناس على تطبيقك، لكن على متجر جوجل بلاي هيقدر ياخد تنزيلات اكتر من كده بكتير. طيب قبل ما نقفل تجربة سريعة للنسخة اللي احنا مفروض نزلناها او التطبيق اللي احنا نزلناه دلوقتي، خلينا نشوف مع بعض هيظهر لي ازاي. انا كل اللي انا بعمله زي ما احنا متعودين طبعا في ال دي بلاير، مش هسطب طبعا الموبايل دلوقتي، انا كل اللي هعمله هاخد نسخة، ادي هفتح ال دي بلاير وهاخد نسخة من هنا واحطها على ال دي بلاير ونشوف ايه اللي هيتم. زي ما انت شايف هو سطب لي دلوقتي النسخة، ظهر زي ما انت شايف قدامك زي ما عملنا التطبيق التاني، الايكونز بتاع القرآن الكريم اللي احنا دخلناها، وهنا الكلمة بنفسها القرآن الكريم هدوس عليه، المفروض ان هنا يفتح لي الواجهه بتاعه المصحف اللي احنا شفناها اللي احنا غيرناها مكان الواجهه بتاعه التطبيق اصلا. طبعا انت هتحط طبعا الواجهه اللي انت عايزها، مش لازم اللي انا بعمله ده، يعني دي امثله بس. المفروض انا خشيت اهو زي ما انت شايف هنا، قل اعوذ برب الفلق، هيقوم محولني على الصوره دي. طبعا صوره مصغره كده، المفروض انت وانت بتنزل الملف الصوتي بتاعك او انت لو انشات ملف صوتي خاص بيك، فبالتالي انت هتشيل الصوره المصغره في ملف تعريف الصوت يعني، بس عشان الوقت. زي ما انت شايف التطبيق شغال زي الفل، ما فيهوش اي حاجه، ومفروض ان انا لو دوست هنا هيحولني كمان للايميل، بس عشان ما اضيعش وقت الفيديو اكتر من كده. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاع النهارده والتطبيق الصوتي اللي احنا عملناه، والفيديو اللي انت هتلاقيه برضه في المدونه اللي هو التطبيق بتاع الصور، واي تطبيقات تانية انت بقى هتحاول كده تعمل فيها شويه حبشتكنات زي ما انت عايز. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وتطبيق جديد. كان معكم اسامه، سلام.